هكذا بدأ أهالي العسكريين المختطفين لدى الجماعات المسلحة يومهم. قطعت طريق ظهر البيدر بالكامل حتى أمام الحالات الإنسانية، وارتفعت السواتر الترابية. حاول المواطنون سلك طرق فرعية وعرة لاجتياز الحواجز، لكن من دون جدوى. بدنا ننزل على بيروت، بدنا نروح على المطار، بدنا وين مكان بدنا نروح، يعني ما عادش في قدامنا غير تصعيد. طريق ظهر البيدر صارت معزولة تماما بكل الاتجاهات. نعتذر كثير من الشعب اللبناني اللي عم يسبب له أزمة، بس الشعب اللبناني متأكد أنا أنه واثق وواقف معنا أكثر من وزرائنا اللي رايدين خراب لبنان اللي بدهم يقايضوا. للحكومة بنقول الحكومة عايب، والله عايب. للبعض بالحكومة، أنا ما بدي أظلم الحكومة كلها، بس البعض بالحكومة وخاصة للمعارضين على المقايضة للإفراج عن أسرانا بآخر جلسة بمجلس الوزراء، عيب ثم عيب. هذا خزي وعار عليهم. لو كانوا أولادهم هن مأسورين، شو كانوا رح يعملوا؟ نعرف نحن كشعب لبناني الدولة ما عنده قرار. في ناس بتقتل وبتسرح وبتمرح في لبنان، ما حدا جاي يصوبها. يا عمي أولادنا نحن مخطوفين صار لهم أكثر من شهرين بجرود. الأهالي توجهوا إلى طريق زحل ترشيش التي قطعت لساعات بالإطارات المشتعلة، مطالبين الحكومة بالعمل فوق الطاولة. باسم كل الأهالي أنه نكون نحن حدا منا ضمن خلية الأزمة حتى نعرف شو اللي عم يصير. خدرونا بقى، أولادنا رح يموتوا وما يحسوا علينا بقى. نحن ما بدنا نقطع طرقات على الناس، هذه الناس الله يعينها معطرة مثلنا. مش بس بدي اعتذر منكم أنه عم نسكر الطريق، أنا بتمنى منكم تحسوا بوجعنا، بدل ما تتضايقوا منا توقفوا معنا. يمكن صوت 10 بيسمع أكثر من صوت واحد، صوت مليون بيسمع أكثر من صوت 100. توقفوا معنا، حكومتنا ما بتسمع. وإلى القلمون، حيث واصل أهل العسكري المخطوف إبراهيم مغيط قطع الطريق الدولية بالاتجاهين. وصلتنا إشارات أن المفاوضات متعسرة، وعم نطلب نحن من المسؤولين بالحكومة يبلغونا هالشي رسميا، أو أنه يكون مزبوط، أو أنه كنا عايشين نحن بوهم اسمه مفاوضات، أو أنه ما في شي بالمرة وكان كله ضحك علينا. الأهالي أكدوا أن تحركاتهم في الأيام المقبلة ستطال مختلف المناطق ومختلف المؤسسات. يوميات ولحظات صعبة يقضيها أهالي المختطفين العسكريين لدى الجماعات المسلحة، وبعد قطع طريق ترشيش زحلي وظهر البيدر بالكامل، البحث جار الآن في هذه الخيم عن تصعيد جديد في الساعات المقبلة. من ظهر البيدر، سلمان العنداري، تلفزيون مستقبل.